فهنا ابو القاسم اهلا بيكي معاك يا هنا. يا هنا ازيك؟ يا مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا في البدايه كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه حلول شهر رمضان الكريم، وزي ما قلت يا عبد الرحمن من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره هنقل لكم بقى كل الاجواء وكمان استعدادات الفرق الرياضيه المختلفه. لكن في البدايه طبعا خلوني انقل لكم الاجواء، وحقيقه الاجواء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره اجواء رمضانيه اهلاويه خالصه. الاعضاء كالعاده الحقيقه الاجواء ساقعه شكلها الحقيقه النهارده الاجواء في مصر الحقيقه من الصبح متقلبه وفي رياح الحقيقه كابتن. طب اتفضلي اتفضلي. يعني زي ما قلت طبعا الاعضاء متواجدين في النادي كعاده، بقى اعضاء النادي الاهلي بيحبوا دايما طبعا يكونوا متواجدين في النادي. خلوني كمان اقول لكم انه طبعا كانت اعلنت لجنه الشباب بالتعاون مع اللجنه العليا للجان طبعا والاداره التنفيذيه بالنادي الاهلي عن قيام دورات رمضانيه سواء في كره القدم او لعبه البادل تنس. يمكن كره القدم بدات بالفعل في طبعا فرع الشيخ زايد وكمان فرع التجمع الخامس، والبادل ان شاء الله هيبدا يوم الخميس القادم يكون في مقر النادي الاهلي بالجزيره هنا طبعا، وكمان فرع الشيخ زايد وفرع مدينه نصر. ويمكن بقى خليني اقول لحضراتكم ان طبعا الاعضاء بتكون مستنيه الدورات الرمضانيه من سنه للسنه، يعني بتكون اجواء مميزه جدا. ده على صعيد الاجواء. كمان بقى خلوني اقول لكم طبعا زي ما حضرتكم قلتوا يعني استعدادات الفرق الرياضيه المختلفه، والبدايه طبعا مع رجال كره السله واللي طبعا بيواصلوا تدريباتهم استعدادا لمباراتهم المهمه غدا امام فريق الاتحاد السكندري ضمن منافسات دوري السوبر. يعني رجال كرة السلة طبعا مركزين بشكل قوي، لان زي ما احنا عارفين ان مبارياتهم امام الاتحاد السكندري بتكون قوية جدا وبيكون فيها اكيد منافسة شرسة. مباراة ان شاء الله هتكون الساعة 9:30 مساء هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيرة بالتحديد على صالة الامير عبدالله الفيصل. وكالعادة بقى طبعا شاشة قناة النادي الاهلي هتكون ليها تغطية خاصة للمباراة، واكيد هيكون ليها استوديو تحليلي، فكل بقى طبعا مشاهدين قناة الاهلي تقدروا تستمتعوا باجواء المباراة. اما عن سيدات كرة السلة فايضا بيواصلوا تدريباتهم النهارده، كان عندهم تدريب بدا الساعه 10 مساء ويمكن مستمر طبعا حتى الان، كل ده استعدادا بقى لعوده منافساتهم مره اخرى في بطوله دوري السوبر ان شاء الله هتكون يوم 26 مارس امام سموحه. من كره السله خلونا بقى نروح لكره اليد، ورجال كره اليد ايضا بيواصلوا تدريباتهم النهارده، كان عندهم مران الساعه 9 مساء استعدادا ايضا لاستئناف بطوله الدوري بالتحديد الدور الثاني من بطوله الدوري. وان شاء الله اول منافسه ليهم هتكون يوم 27 مارس. طبعا رجال كره اليد ماشيين بخطه ثابته جدا الحقيقه في هذا الموسم. اما عن سيدات كره اليد طبعا ابطال الدوري فايضا بيواصلوا تدريباتهم، كان عندهم مران الساعه 7:30 مساء استعدادا بقى لنصف نهائي كاس مصر، وكمان اللي طبعا هيكون يوم الجمعه القادم مركزين بشكل قوي جدا، اكيد هتكون مباراه مهمه، وان شاء الله بقى نفوز في نصف النهائي ونتاهل للنهائي اللي هيكون ان شاء الله يوم السبت القادم. بالتاكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. اخيرا بقى نروح للعبه كره الطايره، والبدايه مع رجال كره الطايره واللي يمكن حاليا بيلعبوا مباراه وديه امام فريق هليوبلس. طبعا كل ده بقى استعدادا لعوده المنافسات مره اخرى وربع نهائي بطوله كاس مصر، وكمان طبعا بعد ربع نهائي كاس مصر هيكون عندهم ان شاء الله مباراه في نصف نهائي الدوري. كمان خلوني اقول لكم ان هم بيلعبوا سلسله من المباريات الوديه، يعني النهارده زي ما قلت او حاليا بيلعبوا مباراه مع هليوبلس، كمان يوم الخميس القادم هيكون عندهم مباراه مع الجيش. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. اما عن سيدات كره الطايره فايضا كان عندهم مران الساعه 9 مساء بيستعدوا بقى لعوده المنافسات مره اخرى، اول مباراه ليهم ان شاء الله هتكون نصف نهائي الدوري وهتكون يوم 27 مارس. يعني عبد الرحمن وطبعا يا كابتن اسلام الحقيقه كل الفرق الرياضيه المختلفه بتستعد بشكل قوي جدا لمنافساتها. طبعا هو ده النادي الاهلي دائما مركز على حصد جميع البطولات، فبالتاكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. يعني يمكن دي كانت ابرز اخبارنا النهارده عن الفرق الرياضيه المختلفه وكمان الاجواء من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. طبعا كل الاعضاء بقى تقدروا تيجوا وتستمتعوا باجواء مميزه جدا زي ما قلت الحقيقه. والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. بشكرك جدا يا هنا على وجودك معنا وعلى كل هذه المعلومات فيما يخص ما يحدث داخل النادي الاهلي او مقر من مقرات النادي الاهلي وكل الفرق الرياضيه زي ما حضراتكم شايفين من خلال شاشه قناه النادي.